وفي المحافظات امبارح كان في مجموعة من الأخبار الهامة، منها إنشاء 30 مكتبة ب30 مجلس قروي في مراكز حياة كريمة في محافظة سوهاج والغربية، وكمان أيضا في محافظة الغربية سجلنا 0 إصابات كورونا، ومحافظ أسوان شكل لجنة عليا لتقييم أداء الجمعيات في دعم الأسر الأكثر احتياجا، وأخبار تانية كتير من محافظات مختلفة نتابعها من خلال التقرير. مجموعة من الأخبار حصلت في محافظات مصر امبارح، منها محافظة سوهاج اللي بدأت في إنشاء 30 مكتبة في 30 مجلس قروي في 7 مراكز مستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب لخدمة القرى وتوابعها. في محافظة الغربية مستشفيات المحافظة سجلت 0 إصابات كورونا من بداية الجائحة، وتسجيل 0 إصابات بيعني انحسار المرض خلال الفترة اللي جاية. في أسوان تم إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لشؤون المجتمع والتنمية المجتمعية لتقييم أداء الجمعيات في دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2022 عام للمجتمع المدني. في بورسعيد صدرت تعليمات بتخصيص 500 جنيه للمنقذ على شاطئ المحافظة، وده بداية من يوم شم النسيم لحد ما عيد الفطر يخلص، وتم رفع المقابل للمنقذ خلال الأيام دي نظراً لارتفاع الكثافة على الشاطئ والإقبال من المحافظات على بورسعيد. الدكتور عصام يحيى مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف قال إن إجمالي اللي تم تحصينه من الثروة الحيوانية وصل ل 100,312 رأس بواقع 89,130 من البقر و 9,652 من الجاموس و 1,530 من الغنم والمعز، وبتتواصل أعمال التحصين وفقاً للجدول المحدد لتغطية المستهدف في كل قرى مراكز بني سويف من خلال أكثر من 80 لجنة في الوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة. الطالبة هاجر فايد بكلية التمريض بجامعة طنطا حصلت على المركز الأول في الشعر العامي على مستوى الجامعات المصرية ضمن فعاليات مهرجان إبداع في نسخته رقم 10، واللي بتنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في 3 مجالات، هي المجالات الأدبية والمجال الفني والمجالات العلمية والاجتماعية. في محافظة الإسكندرية أكد اللواء محمد الشريف المحافظ إن جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظة شغالة بكل جهد للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار، مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة في منافذ البيع تحت إشراف المديريات الخدمية في المحافظة. وأعلن المحافظ إنه تم إضافة 13 منفذ جديد لبيع السلع زي اللحوم والدواجن والسلع الغذائية للمواطنين تحت إشراف مديرية الزراعة. اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر أعلن وصول السيارات الخاصة بتوزيع مواد غذائية لأهالي المدينة وقراها ضمن مبادرة قوافل الخير اللي بتستهدف تقديم المساعدات للمواطنين وقاطني الوديان من الأسر الأولى بالرعاية، وتم توزيع 4,000 كرتونة مواد غذائية.